وأوري وماكسويل وإبريتي وكذلك سمبولي وماتوري وإبراهيم على الشامبيونز ليج. تشيلسي بيكوفيتش اسم جديد إذا ينضم إلى فريق تشيلسي في هذا الموسم في حراسة المرمى. قادم ستوكسن تأتي وأسماء جديدة أخرى تغادر كذلك. وباريس سان جيرمان حتى الآن لم يظهر في الصورة بالنسبة للانتقالات في هذا الوقت والميركاتو الذي يقام في هذا الوقت من السنة. بسم الله إذا نبدأ إذا مع صفرة البداية. في أخبار كثيرة بالنسبة لباريس سان جيرمان عن تعاقدات جديدة كثيرة. هنا محاولة إذن من ماتيتش في الجهة اليسرى من ملعب المباراة. إذن هازارد يعيدها إذن في الجهة اليسرى. كويتا إلى الأمام محاولة سريعة. ديفيد لويس إذن في التدخل واليمنع الهجوم يتواصل. إذن هنا موسيس في محاولة سريعة لتشيلسي خطيرة مرة الأولى والثانية والثالثة عند حارس المرمى قصر. كرة إذن كانت خطيرة اليسرى من ملعب المباراة. فابريغاس يعيد هذا من جديد في الجهة اليسرى. هنا محاولة خطيرة تأتي كذلك من جانب اللاعب فيليكويتا لكنها سهلة تصل حارس المرمى في النهاية. تلعب إذا ركلة الزاوية إلى الأمام ورأسية تأتي كذلك من فابريغاس. الكرة تعود إلى إبرا ليشتتها. حكم المرأة بتنفيذ الخطأ. إبرا ينفذ الخطأ قوية جدا تصل تعود إلى من جديد. هنا عرضية تلعب إلى الأمام الرأسية تأتي من مرة. الكرة إذا لعب تشيلسي من 95 لعب تشيلسي من 98 انتقل وأعير في عام 2000 لنوتنغهام فورست. من جديد في منتصف الملعب. هنا محاولة انطلاقة سريعة وهجوم المورا في أقصى اليسار. تسديدة تأتي من أغوستين وجاري كيهل أبعدها إلى ركلة زاوية. يشكم الإصابة كيهل اللي بي اس جي في الجهة اليسرى من ملعب المباراة. إلى الأمام راتي في الجهة اليمنى من ملعب المباراة. تصل ماتويدي يلعبها إذا من جديد. فاندرفيل إذا معها الكرة حاليا يحاول المرور. ماتويدي إذا من جديد وعرضية تلعب ورأسية إذا تبعد من خلالها الكرة. شوف التناقل شوف الوضع الخاطئ تسديدة العرض جول جول جول. ما راح يضيع فرصة مثل هذه إبرا. سجل جول إبرا جول أول في اللقاء لصالح باريس سان جيرمان. شاهد الخطأ القاتل من مدافع. التسديدة في القائم الأيمن الثاني مضيع من أقدام إبرا. هدف اللقاء الأول إذا يأتي البداية بخطأ من المدافع في التعامل مع الكرة الماضية. الثانية وين في القائم الأيمن. الثالثة وين في الشباك بأقدام إبرا. من خلالها يأتيك الهدف الأول في هذا اللقاء. في أكثر من ولاية في نيو جيرسي مثلا تشيلسي. خلينا نشوف هذه المحاولة من الجهة اليسرى. هازارد إذا لعب الكرة إلى دييغو كوستا والكرة إلى خارج الملعب تحولت في نهاية. الحكم احتسب ركلة زاوية على ما يبدو. شاهد النقلة الماضية من هازارد ودييغو كوستا إذا في تسديدة سنة لعبات السابق في هنا مرتدة وكرة خطيرة تأتي مورا بتسديدة قوية خطيرة تأتي وبيجوفيك أبعد الكرة الماضية. خطيرة الكرة من لوكاتسا مورا ظهر كثيرا وانطلاقة رائعة وممتازة وتسديدة تأتي كذلك وإبعاد أتى باليد اليسرى. واعتقد الكرة اصلا اصطدمت بلاعب فريق تشيلسي في اللقطة الماضية في المباريات القادمة على صعيد الدوري. ابراهيموفيتش اذا صاحب الهدف يلعبها الى الجهة اليسرى. العرضية تلعب خطيرة والمحاولة تستمر. السقوط الحكم يقول له قوم ما فيك شيء. وحكم المباراة ما كان بعيد اصلا عن اللقطة الماضية بل على العكس كان قريبا ما كان مهتم اصلا بوجود ركلة جزاء بالرغم من وجود سقوط في اللقطة الماضية. هنا هجوم آخر من البي اس جي. العرضية تلعب لا والله ما لعبت. السقوط أتى من جديد. الحكم حتى هالمرة ما التفت هالمرة الحكم على سقوط. كمبولي يلعب إلى الأمام خطيرة والكرة إذا إلى خارج الملعب.
اعتقد حتى اللقطه الماضيه كان فيها تسلل، اعتقد ذلك مش متاكد، لكن في النهايه اللعبه كانت خطيره. شاهد، لا والله وهو راجع من التسلل، رجع من التسلل، لكن في النهايه الكره الى خارج الملعب تحولت، ولقطه كانت جميلة حقيقة في الكرة الماضية. إذن صفر من الحكم على وجود خطأ، فريق إذن كسب خطأ، كرة تلعب إلى الأمام خطيرة إذا تأتي، وتسديدة كذلك، بيجوفيتش إبعاد كبير ثاني بالنسبة له، إبعاد ثاني، كرتين إذن بيجوفيتش أبعدهما. شاهد هذه الثانية، هذه الكرة الثانية التي أبعدها، فرصة ممتازة لتسجيل هدف ثاني. شاهد من جديد بيجوفيتش عندما أبعد الكرة، خروجه كان سريع، ردة فعل كذلك مع لوكاس مورا اللاعب الذي يتقدم حاليا، أربعة أمامه، صار واحد لواحد. هنا محاولة إذا تأتي، مورا يسدد لك كرة خطيرة كذلك، الكرة إلى خارج الملعب، ركلة زاوية. تخيل الفريق تشيلسي مو قادر على مورا في اكثر من فرصه، اللاعب مورا حاول، هذه واحده من الفرص كذلك وبنفس الزاويه تقريبا، ابعاد اذا من بيجوفيتش، والكره الى ركله، تلعب اذا ركله زاويه للامام، راسيه تاتي كذلك، وابعاد وفي صفره كذلك، ومعها يطلق الحكم. اذا نهايه الشوط الاول بتقدم فريق باريس سان جيرمان بهدف دون ركعه فريق هذا اللاعب زلاتان ابراهيموفيتش. اعود اذا بصوت الصوره الى زميل باسل كينيوس، اذا هو اللاعب البديل في الشوط الثاني. طبعا الاسماء اللي شاركت في الشوط الاول قد تتغير كلها في الشوط الثاني، يفقد الكره المره لكن على الاقل يتعامل معها بشكل جيد. هنا تسديده قويه كذلك، وتصدي من حارس المرمى كورتوا ياتي في النهايه، كره كانت خطيره. يبقى كورتوا اذا تصدي، وحارس المرمى كورتوا مقابل متر وخمسة وتسعين، يبقى الحارس هو الأطول من إبرا. هنا محاولة من جديد، فابريغاس خطيرة، فابريغاس بيسجل، لا والله ما سجل، المحاولة تستمر، تسديدة خطيرة إلى خارج الملعب، ما تضبط ولا تكتمل اللوحة ولا تنتهي ركلة مرمى. إذن كرة خطيرة من جانب تشيلسي، هي الأخطر طوال هذه المباراة، أخطر المحاولات من جانب تشيلسي. شاهد وتابع النقلة الماضية من كوستا، وبعدها هنا فابريغاس في التسديدة اصطدمت باللاعب رابيو، وبعدها التسديدة التي أتت إلى خارج الملعب في الجهة اليمنى. كافاني شكله بيدخل من جانب باريس سان جيرمان، تسديدة خطيرة من لوكاس مورا، يا اخي داهيه اللاعب هذا، فنان اللاعب لوكاس مورا، ياهو حاول في الشوط الاول مرتين والان للمره الثالثه، والكرات الى خارج الملعب، ولو تلاحظ معاي انها نفس الجهه يستخدمها، الجهه اليسرى. شاهد التسديده الماضيه وهي مركبه عدل، اصطدمت بالارض وتغير اتجاهها، مرت بجانب القائم الايسر، حاول مرتين في الشوط الاول وواحده الان في الشوط الثاني، ثلاث اجمع. اذا محل لعب اوريي سوى المشكله وخذ الانذار، قرر لونابلا اخراجه. هنا سقوط اذا فابريغاس، اذا في محاوله الى الامام، تلعب خطيره، جول جول، الله، موسيس يسجل الهدف الأول، هدف التعادل لصالح تشيلسي،
التعادل لصالح تشيلسي، لكن اللعبة ذكية، اللعبة جميلة، اللعبة رائعة من البداية. شاهد وتابع من وين تأتيك البداية، من فابريغاس من أقصى اليسار يلعبها بشكل ذكي، ومرور بعدها من موسيس اللاعب الذي ينجح إذن بتسجيل هدف التعادل. هدف التعادل إذن لصالح تشيلسي، هدف إذن مقابل هدف في هذا اللقاء. التعادل يأتي، هذا ما أتحدث عنه، الفرص، خلق الفرص، صناعة الفرص، تأتيك الفرص الآن بصناعتها في الجهة اليمنى. هنا محاولة إذن من فالكاو في أول لمسة للكرة، المحاولة إذن وتسديدة كذلك من رامل، الكرة تبعد بعد ذلك إبعاد سريع من حارس المرمى. إذن تحركات وتبديلات جوزيه مورينيو باتت تؤتي بثمارها. شاهد المحاولة الماضية التي كانت، وكرة خطيرة كذلك كانت موجودة. لصالح باريس سان جيرمان، هنا محاولة سريعة تأتي خطيرة، ووين بعيدة على كافاني، هي لخارج الملعب. رابيو في الجهة اليمنى، هنا محاولة إذن سريعة، تسديدة قوية إلى خارج الملعب. هكذا في التسديدة الماضية إلى خارج الملعب لركلة مرمى. أعتقد بك قراره لم يكن صائما في التسديد. شاهد شد أنك الحكم هذه المباراة الأمريكي، إذا ينهي المباراة في وقتها الأصلي ووقت بدل الضياع كذلك. إذا ركلات الترجيح هي من ستحدد هوية الفائز في هذه المباراة. من الآن حتى نعود إلى ركلات الترجيح، تعود بصوت الصورة إلى الزميل.